وينضم الينا من شرم الشيخ مراسل غد محمد عاطف. محمد، دعنا في تفاصيل حصيله اليوم حتى هذه اللحظه، سواء من حجم المشاركه او الاتفاقات والاستثمارات التي تم الاتفاق عليها منذ الساعات الاولى لهذا الصباح. نعم، يعني طبعا على مدار اليوم تقام الفعاليات والاتفاقات بين الدول وبين مؤسسات التمويل الدولية، سواء كانت الأوروبية أو الأفريقية أو العربية. بنك التمويل الكويتي أبرم عدد من الاتفاقيات بعشرات الملايين من الدولارات لدعم التنمية في أفريقيا ورفع قدرات الشباب، وهذا هو بالفعل أكبر تحدي يواجه القارة الأفريقية التي لا يتجاوز حجم التجارة البينية بها 15%، وهذا رقم ضئيل جدا. يعني القارة الأفريقية أعلن أو صدق قادتها في كيجالي في مارس الماضي على إنشاء منطقة التجارة الحرة، وبالتالي هذه المنطقة سوف تزيل القيود والحدود حول أمام التجارة أو حركة التنقل سواء للبضائع أو المنتجات بين دول القارة الأفريقية. لكن هذه الاتفاقية لا يمكن إتمامها أو تفعيلها إلا بإنشاء بنية أساسية قوية مثل الربط بالسكك الحديدية وإنشاء شبكة طرق مثل طريق القاهرة كيب تاون في جنوب أفريقيا، وأيضا خاصة أن يعني المنفذ الوحيد لأفريقيا الآن هو المنفذ البحري والخطوط الملاحية البحرية، لكن يجب إيجاد خطوط أخرى مثل السكك الحديدية والطرق البرية. أفريقيا تحتاج استثمارات سنوية 190 مليار دولار سنويا في البنية التحتية بعجز وبفجوة تمويلية تقدر ب 90 مليار دولار، وهذا رقم يضع قادة هذه الدول في تحدي كبير على إيجاد فرص أكبر للقطاع الخاص وإيجاد فرص أكبر للمؤسسات التمويلية، خاصة أن 60% من القارة الأفريقية أعمارهم تتراوح من 25 إلى 30، إذن القارة هي النسبة الأكبر فيها من الشباب. القادة أرادوا أن يتحركوا بسرعة في هذا الاتجاه في القوى الاقتصادية الأفريقية وتحقيق التكامل بين الدول الأفريقية وتحقيق الاكتفاء للأسواق المحلية والأسواق القارية، وذلك نظرا لحاجة القارة لهذا الأمر ونظرا لأن القارة الأفريقية تأخرت في المسألة الاقتصادية عن باقي قارات العالم، وبالتالي عامل الوقت كما ذكر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عامل هام وحاسم، والجميع هنا لاقتناص واصطياد الصفقات والفرص. شكرا جزيلا لك مراسل الغد محمد عاطف.